مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل والفقره الاخيره فقره مطبخ رئيسه. طبعا بنرحب بحضرتك يا شيف رئيسه، صباح الخير عليكي. وطبعا عرفينا بقى النهارده هتقدمي لنا ايه الحاجات الحلوه اللي انا شايفاها دي. كب كيك بكل انواعه، كب كيك فراوله، كب كيك مانجا، كب كيك شوكولاته. تمام، حلو. طبعا ده ينفع بقى للاولاد في المدارس وينفع في كل حاجه وفي المناسبات وفي كل حاجه. طيب هتعرفينا بقى مقاديره ايه النهارده وتقولي لنا تكاتك وحركاتك والكلام ده كله. طيب يلا بينا. بصي، خمس بيضات، كوبايه ونص سكر، فانيليا. نعلي بقى صوتنا كده شويه. كوبايه ونص سكر وفانيليا وكوب لبن وكوب زيت او سمن يعني حسب الرغبه. تمام. والدقيق حسب الطلب، 2.5 كوبايه بالظبط يعني. كوبايتين ونص. كوبايتين دقيق. من 2 لـ 2.5. خمس بيضات. كوبايه زيت او حسب سمنه حسب المعيار، حسب الكيلو، حسب ما ياخد معانا. كوبايه لبن، كوبايه ونص سكر، وفانيليا وبيكنج باودر باكر. تمام كده. طيب انا هضرب هوا. ماشي، يلا بينا. قولي لي هنبدا بايه الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط البيض. هنحط البيض الاول. بسم الله. خمس بيضات صح كده؟ خمس بيضات. زي ما قلنا بقى ان ده ينفع للمناسبات وينفع للمدارس. المدارس طبعا يكون من غير بقى تزيين ولا الشوكليت ولا الحاجات دي عليه، صح كده؟ احنا هنضرب البيض لوحده الاول ولا هنحط معاه الفانيليا؟ لا اكيد، بس انا عايز اضرب البيض الاول. تمام. بيختلف بقى وبتفرق فانيليا سايله من بودر. بتختلف النوعيه صراحه. طيب دي انضف انواع الفانيليا، بتدي نكهه فظيعه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شغاله. طيب احنا طب ثواني، لا الخلاط ممكن. تمام. ايش هنضربها من المضرب افضل يعني؟ ممكن. طيب تقريبا في مشكلة في الباور او الكهرباء. طيب احنا ممكن نقول الطريقة. طيب ممكن يكون في مشكلة في الكهرباء او حاجة. بس هتاخد وقت، المضرب هياخد وقت الخلاط. طيب خلاص احنا ممكن احنا نبدا نقول. طيب احنا للمشاهدين هنعمل ايه؟ هنضرب البيض والفانيليا، بعد كده هنحط طيب السكر. طيب احنا ممكن هنطلع فاصل ونرجع علشان طبعا الساده المشاهدين. شوف مشاهدينا، انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في فقرتنا، فقره مطبخ رئيسه. شيف رئيسه، طبعا المشكله طلعت من عندك انت. يلا بينا نكمل. ماشي. البيض والفانيليا، بعد كده نحط السكر. تمام. هنحط كوبايه ونص سكر صح كده؟ واللبن والزيت. تمام. بتختلف بقى زيت من سمنه ولا حسب الرغبة؟ في ناس بتحب سمنة او زبدة، وفي ناس بتحب، بس انا بفضلها زبدة. النكهة يعني بيختلف في النكهة ولا ايه؟ مش قوي يعني. الزيت ده يكون خفيف شوية صح الزبدة كده؟ في ناس بتفضل الزبدة وفي ناس بتفضل تمام. لحد ما السكر يدوب صح كده؟ طيب كده تمام صح كده؟ كده تقريبا لسه هنحط البودر، مش بنحطه على الزيت صح كده؟ نحطه في ولا عادي؟ هنا وهنا ممكن، انا ممكن احطه هنا عادي يعني مش مشاكل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انت ضربتيه لحد ما السكر داب. خالص.
تمام حلو. الخلاط قوي فبضربك حلو يعني. يعني خلاط جديد فقوي. بعد كده هنحط ال هنحط بقى البودر على الأسعدك. ماشي عشان نعم. احط لك البودر كله هنا على الدقيق؟ لا هنا 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 كله؟ اه كله. تمام. نحط احنا طبعا بنعاير الدقيق. كوبايه. اه كوبايه. في مضرب سلك هنا في ال ممكن نعلي صوتنا بس شويه. مضرب سلك. مضرب سلك. مضرب سلك فين؟ في الشنطه. لا في الشنطه هنا. اجيبه لك انا. خليكي اتفضلي. خلي معاكي بقى. طيب كده اتنين. كده اتنين. اتنين دقيقة. اه وبعد كده هنحط هو تقريبا نص. هيبقى اتنين ونص صح كده؟ اتنين ونص يعني هحطهم. هنحطه. ماشي يلا بالبركة. لا انا معايرة. لا عارفة. اه تمام. سهلة جدا يعني لحد دلوقتي سهلة. في التركية هقول لك عليها في الاخر هتكون ازاي. تركية للكب كيك يعني؟ اه لتشكيلة الالوان بقى بعد كده. اه انت في اه مشكلة الوان. فراولة ومانجا و تمام. نفضل نضرب نضرب فيه لحد لما الدقيق يختفي. وبعد كده هنقسمه ثلاثة. هحط له هنحط بقى فراولة حسب أو اه مانجا النكهة الفراولة ومانجا. وبعد كده احطه في الكوبايات ال تمام. السيليكون صواني السيليكون ويتحط في الفرن. احنا قدامنا تقريبا 7 دقايق. خدنا وقت كتير قوي في التجهيزات. كنت عايزه اجهز على الهواء اساسا. يلا احنا بناخد وقت. هنخلص هنخلص. احنا كده بنضربها لحد ما الدقيق يختفي. اه يختفي الدقيق. وبعد كده نقسمها ثلاثة. المفروض بنقسمها ثلاثة طبعا احنا. نكهة الفراولة ونكهة المانجا ونكهة الكاكاو. طيب. وفي برتقال بس انا ما عملتش برتقال يعني. تمام. بحضر البرتقال. تمام. بعد كده بنصبها في ال تمام. احنا احنا ممكن نشرح بقى على عليها كده صح كده ونقول احنا بقى لو حابين نحط عليها الشوكليت او المانجا او الفراوله نقول هنعمل ده ازاي وبعدين نبدا بقى نشكل عشان نشوف انت شكلتي الاشكال الحلوه دي ازاي. الاشكال دي بتطلع دي بتطلع لا ال التزيين بتاعها هي ريحتها تحفه فعلا. الفانيليا السايله بتعمل ريحه احسن من البودر صح كده؟ سايله غاليه اغلى من البودر. اغلى من البودر. اغلى بس بتدي يعني بتديها ريحه حلوه وطعم كمان. يلا بينا. ماشي فين المعلقة. تمام. احنا بس ممكن ايه نوري المشاهدين انا كده خلصت المقدار. يعتبر طيب كده هجيب المقدار هقسمه ثلاثة. تمام هنقسمه ثلاثة. ثلاثة. هحط نكهة الفراولة. تمام. ونكهة البرتقال او مانجا. انا عاملة مانجا ونكهة الشوكولاتة او برتقال. وبعد كده كل مقدار يعني لوحده. يعني النكهات اللي حبيناها اللي انت حب احطها لوحدها. تمام. وبعد كده هصبها في الكوبايات السيليكون او طب تعالي السيليكون. نشوف بقى من دي كده مش احنا ممكن نعمل ممكن قلبيه بس كده خلاص. خلاص ماشي ممكن احنا ممكن علشان بس يشوفوا الفكره ازاي او عامله ازاي. عاوزه ايه؟ هصب بيها من الناس. ماشي احنا ممكن ناخد المعلقه. المعلقه كده وترشقين. لا المفروض ان هي تعملي احنا معانا الحاجه توتو من اسيوط. صباح الخير. ايوه صباح الخير. صباح النور. ايوه السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح النور. لو سمحت عايزه اسال الشيف رئيسه. اتفضلي. شيف رئيسة. نكمل. ايوه ايوه مع ايوه مع حضرتك اتفضلي. ايوه يا شيف رئيسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز اسألها بس هي اولا طبعا الشياكة اللي هي فيها دي يعني هي شيف ولا
اللي كله في بعض. حضرتك حابه تساليها عن حاجه؟ اي لا ايوه بسالها طبعا، عايزه اسالها انت حضرتك هتنزل تكمل امتى؟ ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. الحلقه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طيب المقادير وكله تمام يعني ان شاء الله على الهواء. طيب خلاص امتى الحلقه اللي جايه ان شاء الله؟ يوم الاربعاء باذن الله. دائما في تألق كده وشياكه كده واناقه. الله يخليك حبيبتي. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك حبيبي. سلام، مع السلامه. شكرا لحضرتك. شفتي في واضح ان في اقبال على انا قررت المكروه. ان انا هعمل حلقه حلويات والحلقه الثانيه اكل. طيب المره اللي فاتت كانت اكل. واضح ان في اقبال على المكرونه البشاميل من شيف رئيس. لا هعمل ان شاء الله باذن الله. الحلقه اللي جايه باذن الله هيكون. طيب يلا بقى، طلبتها مني كفايه كده ونقول ايه ام احمد الحلقه اللي فاتت طلبت مني مكرونه بشاميل. فعلا هنكمل ده. لو هو ساده وهنا لو فراوله وهنا لو شوكليت او مانجا او اي نكهه بقى نحطها في الفرن بس تطلع على 180 على نار هاديه تطلع بالشكل ده. تطلع بعد كده هنجيب الصوص. وري بقى المشمدين هتطلع بشكلها عامل ازاي. امسكي واحده كده يعني دي دي فراوله ودي مانجا. طيب احنا ممكن بقى نشكل كام واحده كده. التشكيل سهل. بصي طيب. انا هعمل كده هنزلها كده سهله دي وهطلعها خالص بس سهله يعني. دي شوكولاته معلش حسب الرغبه ممكن شوكولاته تنزليها في اي صوص اللي انت حباه يعني. تمام. مانجا مثلا او لو مانجا ممكن لو مانجا مع مانجا يعني على حسب الرغبه. ثلاث صوصات الموجوده تشكلي فيها براحتك. تمام يعني ممكن ده كده ممكن الشوكولاته في الصوص الفراوله. تمام ممكن تاني الشوكولاته في صوص الفراوله. عجباك؟ لا بهزر معاك والله. في ثاني كده تاني وبعد كده فراولة. بعد كده بقى هنضرب الكريم شانتي. نضرب الكريم شانتي في اختياري ممكن نشكله برضو بحسب الصوصات او نعمله ابيض. تمام. فانا عشان الوقت الهوا ما لحقتش فعملته ابيض فدي السيليكون. يلا بقى ورينا وبعد كده قبل ما نحط خالص. بص كده يا سلام كده. تمام سلام على الجمال. الحاجات دي كمان ده الاطفال تحبها قوي والوانها حلوه قوي. بس كده تمام. ده الكريز. كريز حط الكريز. يعني عموما التزيين ده بيبقى حسب الرغبه. التزيين ده فن انت بقى وفنك بقى. التزيين ده التورتات والكريمات ده فن انت بتفنني فيه براحتك مش اجبار يعني. ايوه طبعا في ساده اهو موجود وفي كده احنا ايوه ماشي. انت عاوزه تحطي في ايه؟ كده احنا خلصنا صح كده؟ طبعا احنا عاوزين نقول للساده المشاهدين ان احنا النهارده قدمنا كب كيك. ينفع قولي بقى للساده المشاهدين ينفع للاطفال اكيد في المدارس ينفع الاطفال لو حسب الرغبه. يعني كل الاشكال مناسبات اعياد ميلاد كل المناسبات يعني كب كيك ده في كل. وطبعا زي ما اتفقنا ان كل حلقه يعني ممكن ده ساده للطفل في المدرسه 10 ساده علشان ما يسيحش ولا اي حاجه. طبعا. وطبعا زي ما قلنا للمشاهدين ان كل حلقه في فقره مطبخ رئيسه هنقدم مره اكل ومره حلويات. مره طبخ ومره حلويات يعني المره الجايه. ان شاء الله طبخ. استنونا بقى المره الجايه. جهز الشوكه. حلقتنا النهارده خلصت صح كده. ممكن نختم بقى الحلقه. حابه تقولي اي حاجه؟ لا شكرا. مشاهدينا طبعا كده حلقتنا خلصت النهارده. قدمنا لكم في مطبخ رئيسه طريقه الكب كيك للاطفال وللحفلات وللمناسبات بشكل عام. وانتظرونا في الحلقه الجايه الاربع القادم الساعه 8 صباحا.